على دروب الخير نلقاكم، وعلى شرفات الأمل الصادق نرحب بكم. يتجدد موعدنا وإياكم مشاهدي ومتابعي وكالة صدى الواقع السوري فدنق نيوز الأعزاء في مكان جديد وقرية جديدة. أوقات ممتعة نتمناها لكم في زيارتنا اليوم لقرية قركي خجو سويت، فلنتعرف على تاريخ وثقافة القرية. متابعة ممتعة نتمناها لكم. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي وكالة صدى الواقع السوري. معنا السيد عبد الرزاق مهيدي السويد، من أحد أبناء ومؤسسين قرية السويد قركي خجو. سيد مرحبا. أهلا وسهلا بكم. شلونك؟ الحمد لله. لو تتعرف نتعرف عليك أكثر بيكون أحسن. أنا عبد الرزاق مهيدي السويد السالم، من عشيرة أبو سالم، من السادة أبو سالم. والنعم سيد، برنامجنا اليوم ونحن ضيف قريتكم اليوم، برنامجنا اسمه يا رايحة ضيعتنا. اليوم حلقتنا اليوم بقريتكم، بقدر المستطاع نحاول نحكي عن تاريخ قرية قركي خجو سويد، عاداتكم وتقاليدكم، ثقافة القرية، تاريخ بناء القرية. بصراحة يوجد ثلاث أسامي باسم قريتكم: خربنة بنيان، نعم، قركي خجو، نعم، وسويد، نعم. بالبداية لو تحكي لنا عن هالأسامي وشوي شوي نحكي عن تاريخ القرية. تفضل. أهلا وسهلا بكم. تسمية القرية أول شيء بالبداية كان اسمها قركي خجو، نعم. سميت قركي خجو، كان في حرمة ختيارة اسمها خديجة كردية من الكوشر، من كرد الكوشر، تجي وقت الربيع، فصل الربيع، هالمكان هذا يعجبها، هذا القرية ما المكان هذا يعجبها. لعد السنوات سنتكرر، أهلنا يعرفوها طبعا، أجدادنا كانوا يحكون عليها، يعرفوها شخصيا كمان، شافوها كمان، عاصروها شافوها كمان، يحكون بوقت الربيع تجي هالمكان هذا. كان هذاك الوقت كان القرية كان معمرة؟ ما كان معمرة، آه. كانت بور، نعم، كانت بور، نعم، كانت بور القرية. بعدين اجوا أجدادنا بالثلاثينات القرن الماضي، نعم، سكنوا بها، سموها قركي خجو على حرمة اسمها خديجة. خديجة، نعم، كانت تجي من زوزانة، أيوة، وقت الربيع، بالربيع، نعم، سموها قركي خجو، نعم. وعلى خربنة بنيان على شيخ اسم الشيخ من شيوخ الجربة، أي نعم، نعم، بنيان. وسويد، السويد، السويد أول من سكن بيها وعمرها وبناها. من هم السويد؟ بدك أسماهم يعني؟ لا، تقريبا أحد مؤسسين القرية. السويد، عم أبوي خضر السويد، هو أول من سكن القرية وحفر بها بير وبناها، بعدين إجوا سكنوا أخوانه، سكنوا معه، وبعدين اجت من هون ومن هون ومن هون عالم وسكن. نعم، نعم، نعم. حسب ما سمعنا انه اللي ساكنين بالقريه هم السياد. نعم، هم اساس القريه هم السياد. السياد والعشائر الشرابين. الشرابين. الشرابين، نعم. نعم. لحد الان يوجد ولفه، يعني في ولفه بيناتهم، في تآلف وفي التزام بالواجبات، كل شيء. نعم، ملتزمين جميع المناسبات، جميع المناسبات ملتزمين مع بعض. نعم، نعم، نعم. حسب بناء تاريخ القرية قبل التصوير، كمان أنت كنت عم تحكي لنا أنه بدايتها بلشت من 1930، إيه؟ ل 1940 صار سكن نظامي. نعم، صار سكن نظامي، نعم، نعم، نعم. إيه؟ شو في عندك معلومات أكثر من عن أهل القرية، آبائكم وأجدادكم شو كانوا يحكون عنكم؟ والله آبائنا وأجدادنا كانوا نزلوا بالقرية وصاروا يفلحوا. نحاول أنه ما ننسى عاداتنا وتقاليدنا من القرانة، مثل ما تعرف أنه برامجنا حول تاريخ وثقافة القرى وأرشفها، ونحاول ما يضيع تاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا. بصراحة سكان المنطقة قبليين وعشائريين بين الكراد والعرب، وفي تآلف، في تلاحم، في أخوة بين واجبات وبين
يتبادلون التعازي، يتبادلون علاقات اجتماعية جيدة. شيخ الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا. ونعرف أنه أنت كمان كنت شوي صحتك الحمد لله، وعلى عتكف عافية ومعافاي. الله يعافيك. وعطيتنا فرصة أهلا وسهلا بك، شرفتونا. الله يعطيك العافية، شكرا. أهلا وسهلا. مرة أخرى أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي وكالة صدى الواقع السوري. كما قلنا لكم اليوم حلقتنا يا ريع ضيعتنا في قرية قركي خجو. معنا الأخ محمد بدر جدوع أب الشهيد حيدر الجدوع، يتكلم عن تاريخ وثقافة قرية قركي خجو، تأسيسها، عدد سكانها، عدد بيوتها، الشهادات التي تخرج من القرية. خالو شلونك؟ أهلا وسهلا بك، إن شاء الله بخير. الله يعافيك. اسمك الكريم؟ محمد بدر جدو. والنعم. عمو، في البداية أنت تعرف برامجنا حول التاريخ وقرانا العربية أو الكردية بشكل عام. نحاول نأرشف جميع قرانا حول عادات والتقاليد، حول تأسيس القرانا وعادات، يعني بشكل عام نتكلم. حسب آباء أو أجدادكم شو قالوا لكم عن القرية؟ إمتى تأسست؟ العشائر اللي موجودة بالقرية بشكل عام، تحاول تحكي لنا عن هذا الموضوع. القرية تأسست تقريبا بالأربعينات، 1940. إيه، عام 1940. أول سكان القرية هم السويد، يقولهم قرية. ليش يسمونها قرية السويد هسا؟ لأنهم هم السويد ساكنين فيها. بعدين أجت العالم، مثل أجوا بعدين الجدوع، بيهين عشيرة زاد يسمونهم الجدوع، اجوا عليهم. بعدين اجوا عليهم قسم يسمونهم البو صالح وقت الانتفاع عام 1967. اجوا البو صالح وهم وقوم الحوارات، اجوا بعد بال 67 سكنوا بالقرية هين معنا. والقرية هذه اسمها السويد لانه اول سكان هم السويد. السويد اول مرة تسمت القرية باسم سويد او قركي خجو او خرب التبنيان. اول ما تأسست القرية كانت بحرمة يسمونها خجو. بلا مقطوع حديثك بنرن عزيز نهاك وامي بزماني كردي وبعربي جب اخفن نافي في قندي بسينا باتيلي كرنجي سويد وقركي خجو وخربت بنيان. القرية تسمى بثلاث أسامي، قركي خجو في البداية وسويد وخربت وخربت بنيان السويد. نعم، باسم الدولة السويد هذا قركي خجو شو اسمه خربت بنيان. نعم، وبالعامية السويد لأنهم سكانها السويد. يعني أكثر سكانها هم السويد المشهورين بالسويد، هم سادة ومشهورين شهروا بهالاسم هذا لأنهم السادة وهم إنسان كويسين ومصلحين بين ربحهم بالمنطقة هين، مصلحين هم يصلحون الناس وهم كويسين. والسادة هم أول ما سكنوا بيها بعد خجوا هم أجوا فيها سكنوا بيها على زمن قديم يعني بالأربعينات. والدك شو كان يحكوا لكم عن قريه قركي خجو؟ يعني شو يعني والدك مثلا؟ إيه؟ ابائكم؟ ايوه، اجدادكم شو كان يحكوا عن تاسيس هالقريه؟ يعني كيف تاسست؟ اول قلت لك اول ما اجوا بالقريه هي قركي خجو. قركي خجو خجو كانت نازله هي بين بي خربه وهناك بي خربه. كانت نازله بيها خجوا، يمكن ظلت فترة سنين بعدين رحلت، بعدين اجوا السويد عليها بالأربعينات وسكنوا بيها.
ولو ما يسكنوا بها بعدها جو أجدوها سموها كانت كركي خجو. سموها فقط كركي خجو على اسم الحرمة. الحرمة بهالاسم. بهالاسم. بس. بعدين عاد صارت اسم السويد. السويد. بعدين بنيان وسموها خربة بنيان. الخربتين موجودين لها. الخربتين موجودين. قريبين على القرية. واحدة بالقرية من هنا وواحدة بطرف القرية من هنا. عدد سكان القرية، عدد بيوت. حاليا البيوت الحاليه حوالي 212 بيت. 212 بيت. نعم. كل بيت ساكني، كل بيت كل مسكونة. كلها مسكونة. 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 نعم. هل عمو انت حسب انت وانت رئيس كومين، رئيس مشترك للكومين القريه، كهربتكم، الغاز، الخبز، وبعدين نجي عن نحكي عن خدمات القريه اللي مثل الطرقات اللي موجوده بنص القريه. الغاز والكهرباء متوفره. الخبز مو متوفر عندنا، يجينا مره بالاسبوع من المرجع. انا ابو حسب كل واحد عيلته ربطه وربطتين، وبالاسبوع مره واحد. بالاسبوع مره واحد. وباقي الايام، باقي الايام والله بدنا نروح على المالكيه نركض نشتري خبز سياحي. طيب انتم نعم. انتم عم تحكوا للبلديه والمجالس انه ما بتكفيكم خبز؟ نعم حكينا، وعلى على اساس وعدينا يعني يوعدونا، يقول بس يشتغل الفرن دوكركاتا وتلجمال مبارك، إيه وعدينا على اساس يزودون الخبز. نعم نعم والله. وبالنسبه لخدمات الجري هين ما بي طرق عندنا خدميه. طيب انت كرئيس كومين قدمتوا كتاب وقدمتوا للبلديه والمجالس، وشو ردهم؟ انا رئيس كومين هسه وابو شهيد، عندي مسافه 30 متر، والله اكثر من 10 مرات انا قال للبلديه بدي غلاب، ها بغايا احيانا تيجي مثل انت مثلا يعني حي الله مسؤول يجي علينا ما يقدر يوصلني الا بده يوقف سيارته وعزف حتى يجيني، ما بي 30 متر ما بي. بشكل عام بالقرية بشكل عام شايف جابوا مره بقايا تراب كلياتها ورفضوها، يمكن تحاسبوا عليها الجايبينها المتعهد، وما في خدميه بالقرية، ما في خدمات نهائيا، ما في، والقرية موجودة يعني. المي شوي نعاني من المي لانه في عندنا بوار مكسرة، المنظمات او البلدية ما جت علينا ابنو منظمات تجي بس تاخذ انه مثلا خيو شو بدكم شو لازمكم، المنظمات تجي وتروح ما تنفذ، ما تنفذ عمل ما تنفذ. بالنسبه للشيخ الجريه عندنا هو عبد الرزاق مهيدي السويد، هو اللي يقول على الجريه كلياتها، توفى ابو شان مهيدي الله يرحمه، بعدين هسه صار هو المسؤول الاول والاخير، واللهم يطول عمره، هو عبد الرزاق. الله يعطيك العافيه عمو، شكرا. خالة شلونك؟ الحمد لله. شو اخباري؟ والله الحمد لله. اسم الكريم؟ حلوة. حلوة؟ اي. حلوة شنو؟ حلوة كانها. والنعم؟ والنعم. خالة شو اسمك؟ زهرة. زهرة. والنعم؟ خالة هيك بتعرفي برنامجنا حول عادات والتقاليد، القرى، ايام الزمان، الشغل ايام الزمان، اللبس الايام الزمان، وفرق بين قديم والحاضر. اي. اي. شو تقدري تسولفي لنا عن ايام الزمان؟ هيك بشكل عام، أي ساعة تنامون، أي ساعة تقعدون، أي ساعة تفيقون، شو تأكلون، شو تشربون على أيام الزمان؟ يعني نحاول نعمل فرق بين أيام الزمان وهلا. ناكل كل شيء والله، ونقعد أيام الزمان. الزمان نقعد الساعة 5 نعجب الخبز إيه، ونعلف إيه، وكل شيء نسوي إيه. واسعنا. أنت وين ولدتي؟ أنا بالصفا. بالصفا وجيت لهي. إيه.
عمي شلون شافي؟ ها؟ عمي شلون وصل على الصفا؟ وصل واحد بطريق واحد وصل. اي وصل. خاله انت شلونك؟ زين الحمد لله. انت وين ولدتي؟ ولدت وين؟ بالسويد. وهين تجوزتي؟ ايوه ابن عمي انا. ابن عمي؟ ايوه. عايش؟ عايش الحمد لله. الحمد لله. ايش عندك اولاد؟ عندي 5 اولاد. الله يخلي لك. الله يوفقك. من خبز من عجن. أيوة. من روع الجيش. أيوة. من حليب البقر. والله هسه مع قمنا نشتري الخبز مشترى والاكل مشترى كل شيء صار مو مثل قبل. شو الفرق بين قبل وهسه؟ بكثير كثير. اي بالله كثير هسه والله ما نقدر الخبز ملاتها الله وكيلك. تسع رقفان خبز ب1000 ليره من جريمه من الله كثير هسه كلها تازه والحق قبل احنا نقدر احط هدام على شتفي واشيلها هسه والله ما نقدر نشيل وهدوم كل شهر 5-6 هذا ومهر راضيات شو تحكي لنا عن على على البنات ايام الزمان نسوان ايام الزمان والله كثير يعني والله فرق كثير وين هسه ما يرضن عشان. احنا كل شيء نقعد كل شيء نرضى به هن ما يرضن ايه تحكمون بهم والله تسوون هيش ولا تعزلون ولا تعمرون ولا الساعه 10 حتى ريوقتن جاهزه العمه تسوي لي لهن ومهر راضيه والله اي والله انت عندك عندك كنا؟ ايه الحمد لله اي ساعة هي تفيق؟ والله تفيق 11-12 على كيف مدلل ايش عندك ولاد خالة؟ الحمد لله عندي 3-6 بنات الله يخلي لك الله يعافيك مجوزين ساكنين هين برا؟ مجوزين وبس وحدة صغيرة الله يخلي لك يا الله الله يعافيك ايه وشو كمان تقدرون تحكوا لنا تسولفوا لنا؟ شو تريد؟ سألت أنا جاوبك لا والله الحزمان خبز صار الخبز مشترى ما بي ما الخبز انه قالي ما نقدر الخبز نبي نخبز وين ما بي والله ما نقدر هلا خلينا نحكي عن اعراس الايام القديم ايام الزمان ايام القديمه هلا كيف كان اعراسكم والله اعراسنا كان عباه اي تتذكرين اي سولفينا شو والله عباه وحطون شو اسمه هبريه او هذه قودونه وهذه ايش قد كان 22000 22000 اي وست بنات 5 بنات جوزت كل وحده 160 و150 والله مو مثل والعرس كان بمطبق وب دف اي اي ودبشه والله ودبح شو اسمه يعني اي 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 والله انعجت والله ما حد انا ما حاضر حق الوقت قبل والله ما حاضر ما اتذكر يعني ما تتذكر لا والله ايوه وبهالمهر هالسياق شو كنتوا تشترون؟ والله نشتري ذهب ونجيب اقراض هسه عين 2.3 مليون وما يجوش جيب غرفه نوم هسه جيبها غرفه نوم وهدوم وخلاص هدوم حط له 2 مليون يلا توفي معه يعني في فرق بين ايام الزمان اكيد كثير يعني انتم هلا مرتاحين ولا ايام الزمان؟ لا والله ايام زمان هسه جوعانين ميتين من الجوع من الخبز رغم اريح ايام اريح زمان اريح اي اريح الحمد لله اريح اي بالله اريح ايش قد عمرك خاله؟ مع مواليد 73 معك 73 يعني فيك تقولي تقريبا 50 خاله قبل ما ننهي المقابله شو 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 تحكي لنا شو تسوي لنا كمان شو والله ايش والله ما ايش اقول لك الخال عايش لا والله مات الله يرحمه من زمان من زمان من 12 سنة 14 سنة الله يرحمه يا رب الله يعطيكم الف عافيه ويطول بعمركم الله يخليك يا تواخذونا الله يخليك على راسي خالي الله يسلمك السلام عليكم Thank you.
نعم أعزائي المتابعين، معي الخالة مريم أم محمد. خالة شلونك؟ الحمد لله بليلي. إن شاء الله بخير. خير إن شاء الله. خلينا ياك يا رب. الله يستر عليك ويخلي عمرك. الله يسلمك. خالة خالة إيش قد عمرك؟ والله يا ياباني ما عارف. يعني؟ صار فوق 100. إيه إن شاء الله إن شاء الله، الله يطول بعمرك يا رب على الصحة. والله تحمم مرة نعيش يا قلبك. بيد وخراشي زردير. سلامتك إن شاء الله. الله سلامتك. خالة أنت قلتي لي قبل ما نبلش بالتصوير، أنت وين 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 ولدتي؟ بأي قرية؟ بهالقراية اللي قالي قرية يسمونها بعيد والله ما أتذكرها. إيه إيه. خالة أيام الزمان أيام القديم شو تتذكرين؟ ما أتذكر، نذكرها أكلكم شربكم شغلكم. إيه كنا إيه؟ ناكل خبز حنطة نلقط نعفير نحصيد النقطة. تشتغلون تشتغلون ايام زمان؟ اي والنقطة قبل ما تتجوزي خالة، قبل ما تتجوزي؟ قبل ما تتجوز والله نشتغل بالحصاد. بالحصاد؟ اي من تجوزت النقطة اللي نبيع الالف ب 25 25 ورقة نبيع الالف. بهذاك الايام يوم اللي تجوزتي ايش قد كان عمرك؟ والله ماني كبير الحين. 20؟ ايه اكثر من 15. ايه والله والله بهذاك الوقت كان في عرس؟ ايه عرس ودبيش وهلال وغايه. خالة هذاك الوقت ايش قد كان المهر؟ المهر؟ ايه المهر نبى 1000 ورقة. 1000 ورقة؟ ايه تتذكرين؟ ايه ايه 1000 ورقة. ايه ايه والعرس شلون كان؟ ايه ما خذاني بفلوس، اخذ ب حر بدايل. بدايل؟ ايه هذاك الايام، هذاك الايام كان في بدايل. ايه بدايل. تمام. عرسك شو تتذكرين بعرسك هذاك الايام؟ اتذكر سووا عرس، سووا دبت، سووا الاكل واكل شو دبحوا؟ شو دبحوا؟ نعجه. نعجه؟ ايه ايه وكلوا فزعات العالم وكلوا. وكان بمطرب زاد يغني ولا شلون؟ إيه لا لا مو مطرب، هذا يعد عدود. اها بالشو اسمه؟ ايه بالمطبخ. بالمطبخ؟ ايه ايوه. راح راحت الايام دي راحت. طيب خالة ابوي هذاك الايام ولا هسع؟ هلا ولا ايام؟ والله قبل احسن من هالايام. ليش؟ ايام الايام كان بيتعب، كان بيشقى. شقى وتعب وغير. إيه؟ احسن من هالوقت. احسن؟ اي والله. كنتوا تشتغلون وتاكلون. إيه وتنامون ومرتاحين؟ إيه مرتاحين والله. سولفينا خالص، سولفينا سولفينا على ايام الزمان. شو اسولف لك؟ انحصاد حصاد. نعم. نروح على الفراز نبيع فراز. نرقط هذا شو هذا. هذاك الايام اي ساعه تفيقون الصبح؟ ما اي ساعه كنتوا تفيقون الصبح؟ نفوق من النص الليل. من النص الليل؟ اي. وانت تنامون؟ تعرف يوم اني اروح الجيش المله يوزن لي جوا رجلت على المدلول الصبح يوزن المله اروح اقول شفرات وبيع. وحدي اقول شفرات وبيع. تبيعين؟ اي. اي ساعه كنتوا تنامون؟ اي ساعه كنتوا تنامون؟ المساء المغرب؟ اي. تنامون بكير؟ اي والله من المغرب، انا انام من المغرب. لا بدر لا روح اتعلل بحيش عمرك بالليل ما وجه اطلع ومرضان حيش قلبك وما روح اتعلل. خالة ابوي شو بفرق بين النسوان هلا ونسوان ايام الزمان؟ والله احكي لنا على الفرق اللي بيناتهم. ما بين قبل ما بيناتهم فرق كل ما. لا في فرق بينك بينك وبين اللي هلا صح؟ هذا راح هذاك هذاك الايام راح راحت علي جلي. هذا شو تسمونه هذا؟ هذا مش دارس راس عصبة. شو تسمونه؟ عصبة. عصبة؟ ايه. والثانية هذه؟ هاي هذه محرمة. ملفع محرمة. ملفع ملفع. ايه ايام زمان كنتوا تسمونه؟ ايه ملفع. ايه ايه. وهاي الفستان شو تسمونه؟ هذا ثوب. ثوب ثوب عادي. عادي. طيب العروس هذاك الايام شو كانت تلبس؟ جاد يجيبوا لها ثوب هدوم ويجيبوا لها. شلون كان هدومها؟ هدومها قوى هدوم عروس مو مثل هلا. لا اها هذا حكينا يا خالة. ايام زمان نسوان الزمان مو مثل هلا. لا لا مو هلا مو يلبسون مثلكم لهذاك الايام. ما حد يلبس مثل ذاك الايام. ها اي الحزين اشقف وجبن وشو وجبن. طيب خالة
ال 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 الوشم. أيام الزمان أمهاتنا وخواتنا وكله كانوا يضربون وشم هين. شو كانت السبب؟ للقوى، للزينة. للزينة أيوة، للقوى. المزيونة يصير مزيونة يسويها، يسوي حيلها تهديني عليه، يصير مزيونة. أيوة يلق عليها، يلي ما تسوي. لا وين ما تسوي عادي، بعضهم يسوون هذا يدقون. كامل يدقونه. إيه يدقونه هذا كامل يدقونه. هاي شو يسمونها الكامل هين؟ هذا وشام. أيوة يقولوا له وشام. الزمان لما كنتوا تتعبون شو كنتوا تأكلون؟ أكل نأكل خبز، نأكل عيش لبن، بصل، عدس، بصل، عدس، ومنا مرتاحين، ومنا مرتاحين. وهالحاجة أنا ما نرتاح، ما إحنا مرتاحين. تأكلون ما تأكلون، لا مرتاحين ولا لا، ما إحنا مرتاحين ولا إحنا جالسين. خالة الخباز والكعوب، الخباز والكعوب نجيب الروح نحوشه ونقره ونطبخه ونعصره ونملحه ونيدمه ونأكل. يوم اللي يوم اللي تقولين اليوم أكلنا خوش أكل، نقول خباز. شنو هاي خباز؟ خباز اي الله أكبر. كعوب. كعوب شو هي؟ كرنك. قلت لك كرنك. كعوب كرنك. هذا شلون تاكلون كعوب؟ نحوشه بالقلم بالنيا، وبعدين تجيبون على البيت. شلون تجيبون؟ قشروه ونرمي هذاك الشوك الشوك ونقره زين ونقسله قسل نظيف ونجيبه تقلينه. اي يقلونه ويحمسونه والفال يطبخون ميه، بعدين يقشرونه بصله ودهنه قبل دهن، مو مثل الحزين. السمك يصير مثل السمك. اي وشلون تاكلوا؟ حياه دين، حياه حياتها دي. خالة يوم اللي يجيكم سنة وسنتين أو خمس سنين محل جفاف، شو كنتوا تسوون؟ شو كنتوا تأكلون؟ يروحون على كراد، على كراد يلقطون ونلقط وراهم ونعيش. على كراد نروح. شو تتذكرين على أيام اللي كنتوا تروحون هناك؟ أتذكر روحنا أي قرى الأكراد اللي رحتون هناك؟ قرى الكيشكة. كيشكة. قرا حياكة. قرا حياكة. قرا هذا الوراء شو اسمه؟ روبالية. روبالية. نعم. وهذا القراية اللي رحت عليهم وزول من مهما. رحت عليهم. إيش؟ أيوة. رحنا عزبة بالقنم. عزبة كنت هناك. أي. عزبة بالقنم نحلب ونخذ قادي. المرحوم خالي إمتى توفى؟ والله ما توفى. والله أنا ما أعرف عاد هذا شو تعني عن خال سعد محمد عن والله أنا ما توجد. خالة أبوي. أيام الزمان لما واحد يمرض شلون يروح عند الدكتور؟ شلون كان فيه شلون ما في تخاطير قبل؟ ما في. شو كنت تسوي؟ الله دحق عليه قام ما قام يموت الله يرحمه. بس طبعا المرضين المرضان شو يسمو له؟ شو يسوون له؟ شو يسوون له؟ الله يدحق. طب عربي شو يسوون له؟ ما أعرف شيء. يجيب له دواء، يجيب له هالطبيب يجيب له دواء ينطيه. إن قام وإن ما قام مات. قام ما قام الله يرحمه. الله يرحمه. ما كان في تراكتور، في مواصلات؟ لا ما كان في سيارة. في الدان ولا في سيارات. في الدان. في الدان. مثلاً خالي من شي 75 سنة. إذا بدك تروح على القامشلي. شلون تروح؟ والله ما أروح. معبد مندلها. لا اذا مثلا هذاك الايام كان في حلب والشام تروح، شو الناس يروحون هناك مثلا؟ يروحون. انا لا رحت على الشام غير يوم راح محمد. إيه شو تتذكرين شلون الناس كانوا يروحون؟ شلون يروحون؟ مشي؟ لا ما مشي. ما فدان؟ والله ما اعرف عاد ذاك اليوم. انت تسالني ان يوم ذولا كان ما اعرف. انا ما اتذكر لاني اتذكر هالايام هذا ولا قاعد ذولا كان ما اعرف. خاله ابويا الله يطول بعمرك. الله يخلي عمرك. خلينا ياك يا رب. يخلي عمرك. ما تاخذيني انا هيك حبيت هيك شوي. الله يحبك يا وليدي. زادني حبيتكم والله. الله يسلمك خاله. وعسى الله يستر عليكم. الله يسلمك. انا اسالك هالسؤال مشان ما ننسى عاداتنا وتقاليدنا القديم، مشان نعرف كنتوا شو كنتوا تشتغلون. شو كنتوا تاكلون؟ والله وليدي نشتغل. والله نترمى نظافرنا بالشغل. نروح على باشوت. القطن هناك نروح نشتغل بالقطن لما ما نخلص ونستلم الفلوس ونجي من وراء المالكية. ليه قاعد تدخنين؟
لا يابا ابدا ما دخنتي؟ لا الحمد لله. الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. اي والله هذا خوش حكي. لا والله انا ما داخل. هي كان في خبز الشعير ايام الزمان؟ اي خبز الشعير وخبز الذرة. اها. نسوي نقلب الذرة نطحنها طحن نسويها عصيدة. شلون طعمتها؟ شلون اكلها؟ اكلها ما له شكل. ما له شكل؟ ما له نوع؟ ما له طعم؟ لا 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 ابدا، نحط عليها دهنة سمنة. اها. وناكل. الشعير نطحنه. وكنتوا تخبزون عصاج؟ اي عصاج نخبز على التنور نخبز. راح روح ذاك اليوم راحت وجنها اليوم ما يسوون ما يسوون. هل كيلو السكر صار ب 2500 ب 2500 صار الكيلو، تاخذ لك 10000 ما يجي لك يستاهل. ايام الزمان لما تاخذ 500 ليره ايوه شو تجيب؟ ابو 500 خذيت 50 ورقه ايه على هذه شو اسمها السعده حبيت خرجت عمي كل اغراض 50 ليره ب 50 والله ب 50 تنكت قاد تنكت دبس و10 كيلو سكر ما شاء الله ما شاء الله و10 وصاج وجدري ومواعين وهنا يقعد 5 ورقات وفروا للحجي الله اكبر والله العظيم وقعد 5 ورقات ب 50 ورق على السعده راح ذاك راح اصبعتك ايش بيها خلاص يا يابا سبيحتك ما شويش يقرص الحاجة حاشيك يقرص 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 سلامتك سلامتك ان شاء الله وهاي شو تسمونه هاي؟ هاي هذه سيدية سيدية؟ اي حطيتها بيدي ما توجعني ما اخذ روحي اخذ يقرص 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 شلون يقرص يعني؟ يوجي هيك يوجي اي سلامتك سلامتك هي. سلامتك حطيت هذا شو اسمه حط عليها مرهم خالة بس بجيب البرهم خير ان شاء الله خلا بخاطرك وادعي لنا والله يوفقكم الله يسلمك والله يستركم والله يحميكم ان شاء الله ويحمي ولادكم جميعا ان شاء الله يلا بخاطرك خلا عمو شلونك؟ الله يسلمك. عمو مرينا من هون وشفناكم عم تشتغلوا باللبن. هلا وقت السياع ووقت اللبن وقت اعمار وقت شو عم شو عم ولا شو عم تشتغلوا هلا؟ هلا الحائط مايل مايل اي بده يقع ما بي مثلا قدره على البلوك بدنا نرجع بنفسه ونعد نسوي ساسه ونرجع نعمرنه تمام. انت قلت ما في قدره يعني قدره على الشراء على البلوك، ايش قد حق البلوك؟ والله البلوك الألف بسبعمائة بثمانمائة ألف بثمانمائة إيه بثمانمائة واصل اللي عندك بثمانمائة من ما إحنا قدرة توانا هذا حوش ولا شلون هذا حوش على البيت هاي البيت طلع شلون شكله هاي مشان العمار نسوي وبعد ما تخربونه ترجعوا اللبن تحطونه مكانه نرجع من جد وجديد نضبطه ويسيعونه وخلص يعني هلا دائما بالبداية الخريف تسوونه هيك إيه هذا وقته عند البرود عند البرود وقت السياع إيه هذا هاي وقت الوقت هذا الوقت البرود هذا السياع كلها ما شو كلها قاشرين ومشان السياع الشباب أولادك لا والله أنا عمهم أنا الله يعطيك العافية شباب بس واحد منكم بعد إذنكم بس لنسألكم كم سؤال الله يعطيك العافية الله يقويك الله يسلمك بس لو يعني اهلا وسهلا شوف على وجهك الحلو الله يسلمك الله يعطيك العافيه والله هلا انتم هذا بيتكم؟ ايه شو 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 عم تعملوا؟ والله هلا الحوش مايل بدنا نفكه ونعده من جديد نرجع نعمره من جديد ايه هذا ايش قد عمره تقريبا هذا الحوش؟ والله هذا الحوش تقريبا عمره تقريبا 8 سنين 6 سنين عمره
إيه؟ بس اللبن هذا حوالي عمره بالخمسين سنة. إيه تقريبا والله صار له قديم. إيه؟ يعني تقريبا 8 سنين وعشر سنين وأكثر. ترجعوا تعمرونه جديد. الفكه كامل إيه بنفس اللبن. نرجع نعمل. تمام. شو اسمه شو حضرتك؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق شو عم تشتغل؟ والله أنا عم اشتغل بمعمل. معمل. إيه. الله يعافيك. هلا انت شباب عندكم شباب القريه وشباب إيه. اللي بيجي لكم موجودين بالقريه ايه الحمد لله موجودين شو عم تعملوا شو عم تلعبوا شو عم تستهلوا شو عم تتعللوا والله بالشغل وتعرف انت على الموبايلات صار هلا يعني النت وعلى إيه. شو عندك فيسبوك ايه عندي عندك انستغرام إيه عندي انستغرام وعندي عندك تيك توك عندي إيه. شو بتسوي بتيك توك ها والله على الفيسبوك عم نتفرج على الفيسبوك وعلى التيك توك ايه بس ما تعمل لقطات نعمل هيك تصوير على اللبن ولا أسيدي الله يعطيك العافية الله يعافيك الله يسلمك سلام وهديات شكرا الله يسلمك يعطيكم العافية نعم أعزائي المشاهدين معنا الأستاذ معمر أسويد راح يحكي لنا عن تأسيس بناء مدرسة قرية قركي خجوي سويد حول الشهادات التي تخرج من القرية أستاذ شلونك؟ أهلا وسهلا إن شاء الله بخير الحمد لله أستاذ الكريم حابين نعرف تأسيس بناء مدرسة قرية قركي خجوي إمتى تأسست؟ كيف كان المدرسة بهذاك الأيام؟ أو حول شهادات التي تخرجت من القرية يعني بشكل عام عن ثقافة القرية حبذا لو تتكلمنا عن الموضوع أول شيء أهلا وسهلا بكم شكرا ونتشرف بوجودكم معنا بالنسبة لتاريخ معين بأي عام ما عندي معلومة ولكن بداية السبعينات بداية السبعينات تأسست المدرسة سابقا اللي كان يدرس يروح على القرى المجاورة درسوا في طلاب عندنا برميلان الباشا بصبية بعرعور بالسبعينات صار عندنا بناء من غرفتهم تعاون من أهل القرية بنو صارت عندنا مدرسة بعدين تطورت المدرسة من بناء طيني أيضا بتعاون من أهل القرية بنينا مدرسة قرميد مع طبعا مشاركة الدولة بال 2001 جانا بناء نموذجي مدرسة وأنا مديرها حاليا إلى المدرسة بناءنا المدرسة نموذجي بالنسبة للشهادات والله شهادات قديما قليلة حديثا في شهادات في حقوقيين في عدد لا بأس به مجازين في هندسة في مهندسين في بقية الفروع من الكليات لغة عربية علوم في عدد لا بأس به بشكل جيد حاليا في إقبال على التعليم في إقبال على التعليم وفي التزام استاذي هلا نحكي عن القرية بشكل عام في ألف وتآلف بين أهل القرى مثل أيام الزمان لما كان مثلا في أيام زمان مثلاً الواحد لما كان بيحب جاره أو بيطلع لعنده أو اليوم دور جاره بالسياع البيت والجار يروح
يساعد جاره. شوف تحكي لنا عن قرية قركيخجو سويد عن 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 هالموضوع هذا. بالنسبة للعادات الاجتماعية جزئيا الحمد لله لازلنا محافظين عليها دائما بالفرح ولا بالعزة ولا مجتمعين بالمساعدة في نموذج هاي 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 عم يساعدوا. صح نعم عم يساعدوا. نعم شفنا بعض في أي بيت بحاجة للمساعدة أغلب أهل القرية ما حدا يوقف كله يروح يساعد. عاداتنا الاجتماعية كسابق يوميا في سهرة هون ولا هون ولا هون. نعم. يجتمعوا أهل القرية. نعم مثل ما بتعرف استاذي برامجنا حول عادات وتقاليدنا القديم. نحاول نأرشف برامجنا نأرشف ضياعنا حول تأسيس قرانا القديمة. يعني حسب معلومات أنه بناء هذه القرية يعود إلى 1940 بهالحدود. صحيح. نعم نعم. عندك معلومات أكثر أنه حول القرية وعدد سكان القرية أو حتى حول العشائر اللي موجودة بالقرية؟ العشائر الموجودة أول شيء بس مشان ما أنسى أشكركم على هالبرنامج. شكرا. بس من باب الحفاظ على التراث. هذا هو هدفنا الاجتماعية بصراحة يعني. لازم لأنه حاليا تدريجيا بدينا نفقد شيء من هويتنا. صح صح صح. ونتأثر بعادات وتقاليد غيرنا. نعم. عادات نحاول أنه يأرشف مثل أضيع تسويد بركيخجو يظل محافظة بالأرشيف. امتى ما اولاد اولادنا بدهم يعرفوا عن تاريخ القريه يشوفوا هالحكي انتم تشكرون عليه واتمنى انه البرامج تتوسع بهالمجال. نعم. هذا للحفاظ على تراثنا وعاداتنا الاجتماعيه. اتمنى من الكتاب من شعراء ومن الصحفيين والاعلاميين يركزوا على تاريخنا. وعاداتنا وتقاليدنا. هو هاي البرامج هذه مطلوبه وضروريه جدا. نعم. جدا لانه في هجمه غربيه علينا. صح. دخلت بين مفاصل حياتنا الاجتماعية وأثرت وتأثرنا كثير بهالحكي هذا. نعم. هالجيل هذا حتى على مستوى الأطفال. نعم. كله صار جيل أنترنت ويوتيوب. صح صح صح. فهالبرامج هذه والله تشكرون عليها وأتمنى تتوسع وأتمنى تستمر إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للقرية تقريبا مثل ما تفضلت حضرتك بالأربعينات بلش جزئيا الاستقرار. أغلب كانوا رحل كل يوم بمكان يعني. أتذكر جدي كان يحكي لنا أبوي كان يحكي لنا مرة كانوا ساكنين بحوالي جنيدية مرة ساكنين بالقنيطرة مرة ساكنين بقرى الشمال مرة بالأربعينات تقريبا صار شبه استقرار هين. العشائر الموجودة بالقرية عشيرة الشرابين وإحنا السادة فهذا هاي الأغلب العشائر. نعم. بس تقدر تقول نسيج واحد يعني ما في اختلاف. كل الشكر بتشكرك استاذ القدير استاذ الكريم انه حول المعلومات اللي اعطيتنا اياها حول الثقافي والمدرسي والبناء والعادات والتقاليد والتعايش المشترك بين اهل القرى. الشكر لكم انتم. شكرا. وهي البرنامج تحديدا بهالصوره هاي وبهالطريقه هاي وبالاسلوب هذا والله اني من الناس المتشوقين للبرامج هاي مثل ما قلت لك للحفاظ على فلكلورنا تراثنا تاريخنا لانه تغلغلت العادات الغربيه واللي دخلت بمفاصل حياتنا اليوميه. صرنا نحكي لما نقابل مع شخص انه نقول له الفرق بين ايام الزمان او ايام ايام الزمان. يعني راحت ايام التراث والقديم والايام ايام الاباء والاجداد. فنحافظ قدر الامكان نحافظ على ما تبقى من ايام الزمان او عاداتنا وتقاليدنا نضل محافظ. نحن اهل القرى ونحن عايشين بهيك نموذج او بهيك تاريخ. والله اتمنى انه هالبرامج هذه تتوسع وتتارشف وتضل لنا كتاريخ. وكل الشكر لكم. شكرا. وميت أهلا وسهلا بكم وتشرفنا بوجودكم. خليني إياك أستاذ. شكرا لك. الله يعطيك ألف عافية.
عمو شلونك؟ والله الحمد لله. اسم الكريم؟ اسمي يوسف ابو محمد الكنبار. والنعم. الله ينعم عليك. خلو شفناك هيك في عندك مثل مرض او مشي إيه؟ تمشي بالعكازه. ايه. امتى صار معك هيك؟ صار معايا بال 2011 الشهر الخامس. السبب؟ السبب صار معايا اختلاج، صار معايا ازمه ربو، صار معايا اختلاج حراري. وضرب معدل النصهي. متجوز؟ اي والله متجوز. عندك اولاد؟ عندي 10. الله يخلي لك ياهم. في حدا عندك اولاد كبار عن جوزين او والله كلها عزابين كلها صغار. الله وكله. اكبر واحد عمره 15. ما يشتغل؟ والله تهيأ له شغل اشتغل، ما تهيأ له شغل ترى هو. كيف عم تضبط وضعك او؟ والله الله يجزاك ويجزاهم بالخير الطيبين. يجيبوا لنا هاي قسمه. الله يشفيك ويعافيك والله يطول بعمره. اهلين يا هلا. هلا عمو. مرينا من هون. صوروا